بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض أول محاضرة في مادة Reinforced Concrete and Steel Structures. المادة دي بتتكلم عن تصميم المنشآت الخرسانية والمنشآت المعدنية. المادة بتتكون من شقين، الجزء الأول بيتكلم عن تصميم المنشآت الخرسانية، هناخد فيه مقدمة، ثم نتكلم عن تصميم الكمرات الخرسانية المسلحة بنوعيها بأنواع القطاعات المختلفة فيها، في منها الريكتانجلر سيكشن والتي سيكشن والال سيكشن، ثم نتكلم عن تصميم البلاطات، والبلاطات في منها نوعين، هنتكلم عن الوان واي والتو واي، ثم نتكلم عن تصميم الأعمدة الخرسانية المسلحة. بعد كده هو ننتقل إلى الشق الثاني للمنهج، وهو تصميم المنشآت المعدنية. هناخد مقدمة عن تصميم المنشآت المعدنية، ثم هنطبق على تصميم التراسز. هناخد في تصميم التراسز إزاي نصمم الكمبريشن ممبر والتنشن ممبر. نبدأ مع بعض ناخد introduction عن تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة. بداية، الخرسانة المسلحة بتتكون من ايه؟ ايه هي العناصر اللي بتتكون منها الخرسانة المسلحة؟ من الاسم، الخرسانة المسلحة بتتكون من خرسانة مضاف اليها حديد تسليح. الخرسانة عبارة عن زلط او سن ورمل وبيضاف اليهم أسمنت، زلط أو سن ورمل وبيضاف إليهم أسمنت، وبيتم خلط هذه المكونات، سواء كانت عملية الخلط البدائية يدوية زي ما احنا شايفين، أو عن طريق الخلاطات الميكانيكية، أو عن طريق محطات الخلط اللي هي محطات الخرسانة الجاهزة. بتتم عملية خلط المكونات، بيتم إضافة الزلط الى او السن الى الاسمنت الى الرمل، وبيتم اضافة المية وخلط المكونات الى ان نحصل على خرسانة متجانسة. بتبقى الشدة معدة مسبقا، متجهزة ومحطوط فيها حديد التسليح، وبيتم صب الخرسانة داخل الشدة وفي ظل وجود حديد التسليح. احنا كده ضفنا المكونات مع بعض، ضفنا الزلط او السن اللي هو بيسمى الاجريجيت مع الرمل مع الاسمنت مع الميه. هل بضيف اي كميه من الزلط الى اي كميه من الرمل الى اي كميه من الميه؟ لا، بيتعمل تصميم للخلطه الخرسانيه. يعني ايه تصميم الخلطه الخرسانيه؟ يعني بيتم حساب كميه محدده من الزلط الى كميه محدده من الرمل الى كميه محدده من الاسمنت، ويضاف إليهم كمية محددة من المية. الكمية ده هي طبقا لحسابات بتديني 1 متر مكعب من الخرسانة. طيب لو أنا غيرت في النسب ده، هي من أكتر النسب انتشارا أو شهرة، إن أنا لو ضفت 8 من 10 متر مكعب من الزلط أو السن إلى 4 من 10 متر مكعب من الرمل، إلى نسبة تتراوح من كمية تتراوح من 300 إلى 350 كيلو جرام من الأسمنت، واضفت ليهم من 170 الى 180 لتر من الميه، الكلام ده هو بينتج ليا 1 متر مكعب من الخرسانه. طب لو انا غيرت في النسب دهيت بحيث ان هي تنتج لي 1 متر مكعب، السؤال هل الخرسانه اللي انا هحصل عليها بتبقى بنفس المقاومه؟ يعني لو انا حطيت 300 كيلو جرام اسمنت زي لو انا حطيت 350 كيلو جرام اسمنت، أكيد المقاومة بتاعت الخرسانة اللي هتنتج هتختلف. علشان كده بيتم تصميم الخلطة الخرسانية علشان تحديد نسب المكونات، علشان أحصل على خرسانة ذات مقاومة محددة. مقاومة الخرسانة دهيت اللي هو بيرمزوا ليها بالرمز FCU، دي بتسمى مقاومة الخرسانة للضغط. مقاومة الخرسانة للضغط، وده العنصر اللي بيهمني في تصميم المنشآت الخرسانية.
ايه معناها ان مقاومة الخرسانة للضغط 250 كيلو جرام على سنتيمتر مربع؟ معناها ان لو انا جبت عنصر خرساني وجبت مساحة مقدارها 1 سنتيمتر مربع وحطيت عليها حمل ضغط، المساحة ده هي تقدر تتحمل حمل مقداره 250 كيلو جرام. يعني 1 سنتيمتر في 1 سنتيمتر يقدر يتحمل 250 كيلو جرام، ربع طن. طب وبيتم تحديد مقاومة الخرسانة للضغط ازاي؟ بيتم تحديد مقاومة الخرسانة للضغط زي ما خدته في الماتيريال، عن طريق عمل مكعبات. المكعبات ده هي ابعادها طبقا للكود المصري 15 سنتي طول ضلع المكعب. بيتعمل عدد من المكعبات محدد طبقا للكود المصري، وبتتحط في الخرسانة اللي تم صبها باستخدام المكونات اللي انت ذكرتها. وبعد لما الخرسانة تنشف بيتفك المكعبات وبتتشال ده هي المكعبات ديت، وتتعالج في المية، تغمر في المية، وبيتم اختبارها بعد فترات محددة الكود حددها، 3 أيام، 7 أيام، 28 يوم. وبعد المدة دهيت بيتم أخذ العينات دهيت ووضعها في مكنة الاختبار، مكنة الضغط، والمكنة دهيت بتختبر المكعب ده يقدر يتحمل إجهاد قد إيه. ممكن تلاقي المكعب دهوت طبقا للنتائج اللي جت من الاختبار تحمل إجهاد 250 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، ممكن يتحمل 300، ممكن 350، 400. طب الكلام دهوت على حسب إيه؟ الكلام دهوت على حسب النسب بتاعت المكونات بتاعته. علشان كده المهندس المدني بيقوم بالعملية دهيت، ودي بتسمى تصميم الخلطة الخرسانية. هتقولي طيب ما هو الأفضل إن أنا أحصل على خرسانة مقاومتها 250 ولا 300 ولا 350 ولا 400، الخرسانة دي مقاومتها أعلى. خلاص طالما ننفذ كل المنشآت من الخرسانة دهيت، أنا ممكن أحصل على خرسانة مقاومتها 500 أو 600. طب ما ننفذ كل المنشآت من الخرسانة دهيت، دي أقوى. أيوة دي أقوى، بس تكلفتها أعلى من الخرسانة دهيت. فبناء عليه دور المهندس ان انا احدد نوعية الخرسانة المناسبة للمنشأ اللي انت بتصممه. طب احددها بناء على ايه؟ طبقا للاحمال اللي هيتعرض ليها المنشأ. يعني الاحمال اللي بيتعرض ليها المنشأ في فيلا غير اللي بيتعرض ليها المنشأ في كوبري، غير في ناطحة سحاب وخلافه. كده اتكلمنا عن مكونات الخرسانة، الزلط او السن والرمل والاسمنت، وبنضيف ليهم المية. دي كخرسانة فقط، لكن قلنا كلمة الخرسانة مسلحة معناها خرسانة ويضاف اليها حديد التسليح. نشوف حديد التسليح. قلنا الخرسانة مقاومتها للضغط بتتغير على حسب نسب المكونات بتاعتها، ورمزنا للمقاومة للضغط بالرمز FCU. عشان كده الخرسانة في منها انواع. ممكن احصل على خرسانه مقاومتها 250 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، ممكن احصل على خرسانه مقاومتها 300 350 400. يعني معنى كده الخرسانه في منها انواع، لان المكونات بتختلف، نسب المكونات بتختلف، لان الخرسانه انا اللي بقوم بتصنيعها. طب الحديد، حديد التسليح في منه انواع. في منه انواع، هتقولي بس هو كلهم حديد. لكن الحديد اثناء عمليه تصنيعه او تشكيله بالمنظر اللي قدامنا ده، هو بتتم عليه بعض عمليات المعالجه علشان اغير من الخواص بتاعته. لكن هو الخرسانه نون هوموجينيوس ماتيريال، اي نعم، يعني الخرسانه ماده غير متجانسه لانها بتتكون من عناصر مختلفه بيتم خلطهم مع بعض. لكن الحديد ماده غير متجانسه؟ لا. الحديد هتقول طب امال ازاي بتقول ان في منه انواع مختلفه؟ الحديد في منه انواع مختلفه، اي نعم، لان اثناء عمليه تصنيعه في المصانع بتتم عليه بعض المعالجات علشان اغير من خواصه. عندنا النوع ده هو من الحديد اللي بينتج في مصر على هيئه لفف، ده اللي بيسمى نورمال مايلد ستيل، او بنسميه الحديد الاملس، نتيجه ان القطاع بتاعه بيبقى املس. الحديد ده بيبقى على هيئه اسياخ، الكروس سيكشن بتاعها دائري. في مصر بينتج منها قطرين 6 ملي، قطر السيخ الواحد مش قطر اللفة، قطر السيخ 6 ملي، وبينتج 8 ملي. الحديد ده مقاومته للشد اللي بنرمز لها بالرمز FY
مقدارها 2400 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. يعني السنتيمتر المربع الواحد يقدر يتحمل حمل 2400 كيلو جرام، يعني 2.4 طن. طبعا قيمة كبيرة جدا لو قارناها بالنسبة للخرسانة. ايه الاف ييلد دهوت؟ ده اللي انتوا خدتوه في الماتيريال، ده اللي هو عبارة عن اليلد ستريس، ده المنحنى بتاع الستريس سترينج، الستريس سترينج كيرف بتاع الحديد. قلنا المرحلة دي اسمها مرحلة اليلد. الاستريس عند مرحلة اليلد دهوت هو ده اللي هنتكلم عنه، خلاص. لكن ده بيسمى الالتيميت، الالتيميت سترينث. في الديزاين بناخد اللي بيهمنا هو الاف واي، الاف ييلد. النوع ده من الستيل المقاومه بتاعته 2400، ده اللي بيسمى النورمال مايلد ستيل، او في بعض الاحيان بيسموه الحديد الاملس. طيب في نوع تاني من الحديد، في النوع ده هوت اللي هو بيسمى الحديد بشرشر، اللي هو الهاي تنسايل ستيل. ده حديد عالي المقاومه، مقاومته اعلى من الحديد اللي فات. الحديد ده هو في منه نوع مقاومته 3600 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، في مقاومته 4000 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. طب ازاي حصلنا عليه؟ ازاي اثناء تصنيعه بيتم اضافه بعض المواد ليه، زي الكربون زي المنجنيز، للحديد الخام اللي جاي من المناجم، فبنحصل على حديد مقاومته اعلى من النورمال مايلد ستيل اللي احنا لسه شايفينه. في بعض المراجع بتسمى الحديد ده هوت الالويد ستيل، صلب السبائك، لانه ما اصبحش ستيل بيور، ده حط تم اضافه مواد تانية عليه. في مصر الحديد ده بينتج على هيئه اسياخ، طول السيخ الواحد باي ديفولت 12 متر. هتقولي طب لو في مشروعات محتاجه اسياخ ذات طول اكبر، هل المصانع ممكن تنتج؟ ايوه، لكن المصانع الديفولت بتاعها ان هي تنتج اسياخ طولها 12 متر، لكن ممكن تنتج 15 متر 20 متر على حسب الطلب. برضو الاقطار اللي بتنتج المصانع بتنتجها باي ديفولت، برضو اقطار المتاحه عندنا في مصر 10 مللي 12 مللي 16 مللي 18 20 22 25 وهكذا. هتقولي بس هي مش ماشيه بتدرج منتظم، يعني 10 ما فيش 11 في 12 ما فيش 13 14 15 في 16، ده مش ماشيه بانتظام. ايوه هو ماس برودكشن. طيب هو ايه الرمز اللي انت كاتبه لي دهوت؟ علشان نفرق ما بين الانواع بتاعه الحديد المختلفه، تم الاتفاق على ان كل نوع بيرمز ليه بفاي بشكل مختلف. فاي دي معناها قطر السيخ. الحديد اللي هو المشرشر الهاي تنسايل اللي الاف واي بتاعته 3600، تم الاتفاق عالميا على ان الفاي بتاعته تتعمل بالمنظر ده. الحديد ال 4000 تم الاتفاق على ان الفاي بتاعته يتم رسمها بالمنظر ده. فلو كتبت 3 فاي 16 بالشكل ده، يعني معناها 3 سياخ، قطر السيخ الواحد 16 مللي من هذا النوع اللي مقاومته 3600. لو كتبت 3 سياخ فاي 16 بهذا الشكل، شوف نفس ال 3 سياخ و 3 سياخ و 16 و 16، لكن الفاي دي ليها معنى ثاني خالص. معناها 3 سياخ قطر السيخ الواحد 16 مللي من هذا النوع من الحديد. نتنقل للنقطة اللي بعد كده. أنا هصمم المنشأ بتاعي باستخدام الخرسانة كمادة إنشائية. طب ليه أنا هصمم المنشأ بعناصره المختلفة من الخرسانة؟ إيه الدافع؟ طب ما إحنا بنشوف في بعض الأحيان ممكن نعمل منشأ من الستيل. بنشوف في أحيان أخرى ممكن، يعني بنشوف في بعض الأفلام إن ممكن الأفلام الأجنبية بتلاقي فيه معمول مثلا فيلا من الخشب. طب هو انا يعني ممكن استخدم الخشب كماده انشائيه، ممكن استخدم الخرسانه كماده انشائيه، ممكن استخدم الستيل كماده انشائيه. طب امتى او ايه الدوافع اللي بتخليني استخدم الخرسانه اللي هي موضوع الكورس بتاعنا؟ ايه الدوافع اللي بتخليني استخدمها كماده انشائيه؟ اكيد ليها مميزات بضطر بتخليني استخدمها كماده انشائيه. ايه هي مميزات الخرسانه كماده انشائيه؟ بالنسبة لنا في مصر إن الخرسانة تعتبر مواد محلية، تصنع من مواد محلية رخيصة الثمن، بتصنع من زلط موجود عندنا، المحاجر بتاعته زلط أو سن ورمل وأسمنت، عندنا مصانع أسمنت ومية، فإذا هي بتنتج من مواد محلية رخيصة الثمن. تاني ميزة فيها إن تكلفة الصيانة بتاعتها قليلة، هي low maintenance cost. تالت ميزة تكلفة الصيانة بتاعتها قليلة لأن هي ما بتحتاجش إلى صيانة دورية.
المنشأ إذا ما تم المحافظة عليه الخرسانة ما تحتاجش إلى صيانة دورية. تالت ميزة إن مقاومتها للحرائق عالية. هتقولي بس إيه ده، بس ده الخرسانة المسلحة فيها حديد تسليح، والحديد التسليح لما بيتعرض للحرائق أو للنار بيتمدد. أيوة هي مقاومتها للحرائق عالية، بس بشرط إن الحديد يكون متغطي أو متغلف داخل المنشأ، داخل العناصر بتاعته، وما يبقاش ظاهر لو لا قدر الله حصل حريق النار ما توصلوش. يتحقق امتى الكلام ده؟ هو يتحقق لو انا في عندي adequate cover، ان الحديد حواليه كفر، غطى من الخرسانه مغطيه كويس. رابع ميزه ان المنشآت الخرسانيه لا تحتاج الى عماله على درجه عاليه من التدريب او من الحرفيه او من التعليم بمعنى اصح. هتقولي طب وهي تعتبر من المميزات؟ ايوه، العامل اللي ليس على قدر عالي من الناحيه التعليميه يعني بيبقى اجورهم اقل طبعا من لو انت عندك عامل حاصل على معهد او خلافه. ودي بتلاقي في المنشات المعدنيه، لان المنشات المعدنيه معقده بحيث ان العامل ليس على درجه عاليه من الحرفيه او التعليم ما بيقدرش يتعامل مع المنشات المعدنيه بسهولة. خامس ميزة إن المنشآت الخرسانية ممكن أحقق بها أشكال متعددة. السبب في كده إن الخرسانة بتبدأ في مرحلة لينة، الخرسانة لما بتخلطها بتبقى في حالة شبه سائلة، بحيث إن أنا لو حطيتها في أي شدة بأي شكل أحصل على الشكل اللي أنا عايزه، على عكس المنشآت المعدنية طبعا تشكيلها صعب جدا. دي مميزات الخرسانة كمادة إنشائية، لكن أكيد ليها عيوب بتخليني ابعد عنها واتنقل للمواد الانشائيه التانية زي الستيل مثلا. ايه هي العيوب اللي ممكن تخليني ابعد عن الخرسانه كماده انشائيه؟ من عيوب الخرسانه كماده انشائيه ان مقاومتها للشد ضعيفه جدا. السبب في كده ان هي ان الخرسانه نون هوموجينيوس ماتيريال، عباره عن مواد، مجموعه مواد مختلفه بيتم خلطهم، فبناء عليه دي نقطه الضعف، التماسك ما بين العناصر بتاعه الخرسانه. تاني عيب ان الخرسانه بتحتاج الى شدات، لازم محتاجه شده. هتقولي طب وده يعتبر عيب؟ يعني لان ممكن الشدات دي في بعض الاحيان تكون مكلفه، والكوست ده بيتحمل على تكلفه المنشا. العيب اللي بعد كده هو ان قطاعات المنشات الخرسانيه بتبقى كبيره اذا ما قورنت بقطاعات المنشات المعدنيه. العيب اللي بعد كده هو ان المنشا الخرساني بيستغرق وقت في عمليه الانشاء، لان بيحتاج ان انا اعمل شده، بعد عمل الشدة أحط الحديد، بعد ما أحط الحديد أصب الخرسانة، أنتظر الفترة الكافية علشان الخرسانة تكتسب المقاومة بتاعتها وبناء عليه أقدر أفك الشدة، وهكذا. فده بيستغرق وقت. طيب تعال نشوف العناصر بتاعة منشأ هيكلي معمول من الخرسانة عشان نشوف الأحمال بتتنقل إزاي في هذا المنشأ. المنشأ عندي من أسفل إلى أعلى بيتكون من الفاونديشن، الأساسات، عبارة عن قواعد، ثم القواعد دهية مرتكز عليها العناصر الرأسية دهية اللي هي الكولومز، الأعمدة. الأعمدة في عناصر رابطة ما بينها اللي هي بتسمى البيمز أو الكمرات، وبعد كده هوت السقف، في ناس بتقول عليها السقف بس ده اسمه السلاب، اللي هي بلاطة السقف اللي هي العنصر الخرساني المرتكز على الكمرات. دي مكونات بسيطة للإيه؟ للمنشأ. طب الاحمال بتتنقل ازاي؟ لو انا عندي حمل محطوط هنا بيتنقل ازاي؟ الحمل ده المطلوب ان المنشا ينقله لغايه لما يوصله الى الارض. طب هيتنقل ازاي؟ الحمل بيتنقل، بيأثر رقم واحد على بلاطه السقف. بلاطه السقف تاخده توزعه للكمرات اللي هي مرتكزه عليها. الحمل اتنقل للكمرات، الكمرات تاخده تنقله الى الاعمده اللي هي سانده او مرتكزه عليها. العمود ده هوت ياخده ينزله للعمود اللي تحته، العمود اللي تحته ينزله للعمود اللي تحته، العمود اللي تحته ينزله للفاونديشن، الفاونديشن تنقله الى التربه اللي تقدر تتحمل احمال هذا المنشأ. في التصميم بنصمم بنفس السيكونس اللي الحمل بيتنقل بيه، يعني في الحاله العمليه المهندس بيصمم البلاطه الاول، ثم يتنقل الى تصميم الكمرات البيمز، ثم يتنقل الى تصميم الاعمده، ثم ينتقل الى الفاونديشن. لكن احنا في الكورس هنبدا بتصميم الكمرات لانه ابسط شويه واسرع، هيسهل عليك مرحله تصميم البلاطات، ثم نتنقل الى تصميم
الأعمدة. عايزين نفرق ما بين الـ architectural drawing والـ structural drawing، الرسم المعماري اللي انت كمهندس معماري بترسمه والرسم اللي المهندس الانشائي بيرسمه. هنقول هو في فرق ما بين ده وما بين ده؟ في فرق في الغرض من الرسم وبناء عليه في المخرجات بتاعت الرسم. يعني المهندس المعماري الغرض من رسمه ان هو عايز يوضح الفراغات، عايز يوضح اماكن الفتحات، انواع التشطيبات وخلافه. علشان كده المهندس المعماري لما بيرسم بيقطع في نص الدور وبينظر الى اسفل علشان يشوف الفراغات اللي هو صممها. قطع في نص الدور ونظر الى اسفل، لقى الفراغ اللي هو عمله، لقى الابواب، الشبابيك دي بتمثله الاعمده، دي بالنسبه له الحوائط، ودي الابعاد بتاعه الفراغ بتاعه. لكن المهندس الانشائي لما بيرسم نفس الفراغ ده بيرسمه كيفيه ثانيه، بيرسمه بالمنظر ده. ايه ده؟ هو هنا ده كان عبارة عن ايه؟ دي الحيطة. ايوة هنا دي الحيطة. لا دي مش الحيطة، امال دي ايه؟ دي الكمرة. طيب هنا ده كان العمود وهنا ده العمود. طب هنا كان في باب، ليه المهندس الانشائي لما رسم ما رسمش باب؟ نبص بقى على دي. المهندس الانشائي الغرض من الرسم بالنسبة له ان يظهر النظام الانشائي بتاعه او يظهر الهيكل بتاع المنشأ. عايز يظهر الأعمدة، عايز يظهر الكمرات، عايز يظهر البلاطات. فبناء عليه المهندس الإنشائي لما بيرسم بيقطع وبينظر إلى أعلى. الكمرات موجودة فوق، البلاطات موجودة فوق، فبناء عليه بيقطع وبينظر إلى أعلى، بينظرش إلى أسفل. فلما بيقطع وينظر إلى أعلى هتظهر الأعمدة. هتقول لي طيب ماشي، ما هو لو قطع في نص الدور هتظهر الحوائط. لا، المهندس الإنشائي لما بيرسم بيرسم المنشأ وهو هيكل، بمعنى مفيش أي نوع من أنواع التشطيبات خالص. التشطيبات بتبدأ بعملية البناء بالطوب، هو بيرسم في ظل عدم وجود تشطيبات، فبناء عليه شايف الهيكل فقط، مفيش أبواب، مفيش حوائط، مفيش شبابيك، فبناء عليه دي بالنسبة له كاميرا، ودي كاميرا، ودي كاميرا، ودي كاميرا، ودي بلاطة السقف، لكن بالنسبة للمهندس المعماري دي أرضية الدور. في الكورس بتاعنا الرسومات اللي احنا هناخدها هي دي، اللي هي الرسومات الإنشائية. طيب المهندس الانشائي لما رسم مثلا، رسم فراغ بالمنظر ده كده اهوت، قطع وبص الاعلى، لقى في باكيه اهي، بلاطه سقف مرتكزه على كاميرا واثنين ثلاثه اربعه، وباكيه ثانيه مرتكزه على كاميرا اثنين ثلاثه اربعه، وادي ست اعمده. تعال نبص، لو احنا خدنا قطعنا كده اهوت في القطاع واحد واحد في الكاميرا دهيت، وشفنا القطاع ده شكله عامل ازاي، اهو ادي الكاميرا اهي. طب امال ايه اللي فوقيها ده؟ هو دي بلاطه السقف، دي بلاطة السقف، في باكية الناحية دي وباكية الناحية دي، يعني البلاطة ممتدة من الناحيتين. لكن لو خدنا القطاع 2 2 هنلاقي ادي الكاميرا وفي باكية من ناحية واحدة بس، لأن هنا فاضي. ادي الكاميرا اهي وفي بلاطة من ناحية واحدة بس، لكن هنا فاضي. يعني إذا في الكورس بتاعنا ممكن نلاقي قطاع في الكاميرات، لما نيجي نصمم هتلاقي القطاع عامل كده اهو. ممكن نلاقي قطاع عامل كده. هي فين الكاميرا؟ هتقولي هي الكاميرا هي دي بس. دي بس الحته اللي نازله تحت السقف. علميا في جزء، الجزء ده اهو اللي هو فوق البلاطه المشترك ما بين البلاطه وما بين الكاميرا، الجزء ده خلاص علميا الجزء ده بقيه الكاميرا. يعني معنى كده لو احنا قلنا سالناك فين عرض الكاميرا، اهو فين ارتفاع الكاميرا، هي المسافه من تحت خالص، بس مش هنقول تحت، المسافه من قاع الكاميرا لغايه ظهر السقف، لغايه سطح البلاطه، دي بتسمى ارتفاع الكاميرا. ما تجيش تقول ده عرض الكاميرا وده طول الكاميرا، لا، طول الكاميرا اهو المسافه من العمود للعمود، طول الكاميرا الثانيه اهو المسافه من العمود للعمود، ده طول الكاميرا. فين عرض الكاميرا؟ اهو. فين ارتفاع الكاميرا؟ من قاع الكاميرا لغايه سطح البلاطه، دي بالكامل هي الكاميرا. طب تعال نشوف، هي قطاعات الكاميرا ممكن بتبقى بالمنظر ده بس كده؟ الكاميرا كده في نص المبنى في بلاطه يمينها وبلاطه شمالها، او الكاميرا على حرف المبنى في بلاطه شمالها بس او يمينها بس من ناحيه واحده؟ هل في قطاعات ثانيه؟ ممكن نلاقي قطاع بالمنظر ده. ايه ده؟ هو ايه الفرق ما بين الكاميرا دي والكاميرا دي؟ الكاميرا دي بنسميها كاميرا مقلوبه، الكاميرا دي كاميرا بنسميها كاميرا مقلوبه. طب وبيلجأوا لها امتى؟ لو الكاميرا ده هي بتعمل اعاقه لفتحه، فتحه باب، فتحه شباك في الاسفل، فساعتها ممكن يعملوا ايه في الكاميرا؟ ان هم يقلبوها لاعلى. هتقولي طب ما الناس اللي بتتحرك من فوق ده هي هيتحركوا ازاي في ظل وجود الكاميرا؟ الكلام ده بيتعمل في الاماكن الديد، يعني الاماكن اللي ممكن اقلب الكاميرا الاعلى بدون اعاقه. طب ده يحصل امتى؟ مثلا لو الكاميرا على حرف المبنى،
ما هو المبنى استحالة لو الكاميرا دي على الحرف استحالة المبنى هتلاقي فيه مثلا ناس هتعدي لو الكاميرا دي على الحرف وهكذا. الكاميرا دهيت لو حبينا نشوف فين عرض الكاميرا اهي، فين ارتفاع الكاميرا اهي، من هنا هو لغاية آخر البلاط، تمام؟ ده ارتفاع الكاميرا.